روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواحكم تعرض إذا مات أحدكم على عشائركم أو موتاكم، فيقول بعضهم لبعضهم: دعوه يستريح فإنه كان في كرب، ثم يسألونه ما عمل فلان وما عملت فلانة، فإن ذكر خيرا حمدوا الله واستبشروا، وإن كان شرا قالوا اللهم اغفر له، حتى إنهم يسألون: هل تزوج فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ قال: فيسألونه عن رجل مات قبله فيقول: ذاك مات قبلي، أما مر بكم؟ فيقولون: لا والله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. ويسألونه عن هر البيت، أو كما قال: